شبيك خايفة؟ ما أدري، إذا الموضوع قدامي سلسلة كلها صارت قدام عيني الأحداث فمتوترة. أنت عليك أمر إلقاء القبض؟ أي بسبب طليقي صدر علي أمر إلقاء القبض وسقط الحضانة عني، لأنه بالمحكمة أنه دافع مبلغ من المال للقاضي وراشي والقرار سقط عني مال الحضانة. شنو دليلك أنه هو دافع للقاضي؟ لأنه مو بس القاضي، القاضي نقطة معينة رادها من عندي. أنا اتطلقت أو ابني وياي تزوجت إنسان ثاني زين. أكيد من الزوج راح أقعد وياه من ويا زوجي زين. من أنا تجي تباليغ على مكان مجهول ويردون هذا المكان إنه أنا كنت قاعدة بيه وأني خاليته، والقاضي يقول لي لا تجيبي لي تأييد سكن من هذا المكان. زين زين، أني ما موجودة بيه، أني متزوجة، يقول لي لا تروحين تجيبي لي تأييد سكن. زين توشين المشكلة ما تطين عنوان زوجك الثاني؟ منطيته مثبته، بس التباليغ تصير على مكاني القديم. زين، وأصر إنه على هذا أروح للمختار، المختار ما يقبل ينطيني. أقول للقاضي انطيني ورقة أو شيء إنه أنا حتى أقدر أجيب تأييد سكن من المختار. يقول لي هاي مو مشكلتي، والحضانة سقطها على مو تأييد سكن. المحامية يعني بعض المحامية يعني هسه ابني، يعني هسه أنت لازم تسلمين ابنك لأن صدر علي إلقاء القبض. إش قد عمره ابنك؟ دخل بالسبع سنوات. زين، هل أبوه قادر على إنه يتبناه، يعني يقدر على حياته طفل؟ قصدك زوجي الأول أو الثاني؟ لا هو أبوه. أي قادر، هو ضابط ويعني إمكانيته تمام. هو مو الإمكانية، مو الإمكانية أمي، هو ما متواجد. قصدي أنت تقولين هو ضابط، يعني شنو؟ يعني يداوم شقد ويرجع شقد. زين شلون يقدر يداري هذا الطفل؟ ما راح يقدر يداري لان هو ما متواجد. انا من البدايه اتفقت وياه، قلت له يكون مثلا اسبوع يمك اسبوع يمي. زين ما قبل على هذا الاتفاق، يقول لي لا يبقى يمي وانت تجيني تشوفينه. زين احنا منفصلين، على اساس اني اجي اقعد ببيتك؟ واني يعني صار خلافات بعد الطلاق بيني وبينك، وبعد هذا كله يعني صار امر القاضي القبض علي. مو بس هيك، هو هسه وين ما دا يمشي انه دا يحكي بي ويشهر بي ويحكي بسمعتي، واني حصره انشر لي صوره على سناب شات، اذا مو اني 1000 شخص ملتقط لي الصوره واقول له ليش تلتقطها، يقول لي بكيفي وعليك امر القبض. هو ضابط تلتقط. هو ضابط ويسوي هيك؟ عندي تسجيلات عليه ويشوه بسمعتي ويحكي عليه ويسبب لي مشاكل بزواج الثاني، يعني احتمال يؤدي للطلاق.